السلام عليكم. ربما الكثير مننا يسأل نفسه حول التغليف نتاع المواد اللي نستهلكها كثيرا في حياتنا اليومية، كالبان، الياغورت، بعض المواد الاستهلاكية. كيف يتم يعني إنتاج وهذه المواد التغليف فيها يعني مواد مختلفة من الحديد وكذلك مواد بلاستيكية ومواد ورقية؟ إذا اليوم نعرفكم بشركة واحدة من يعني من الشركات الرائدة في الجزائر اللي تستعمل يعني التقنيات، آخر تقنيات في ميدان إنتاج المواد المغلفة إذن في الجزائر، واللي تعتبر أكبر شركة في الجزائر. ونخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الشركة نودا بلاست اللي تنتج يعني كثير من أنواع نتاع المغلفات للمواد الاستهلاكية في الجزائر وبتقنيات جد متطورة. إذا خليكم تابعوا هذا الفيديو والسلام عليكم.